تعلن هذه العلامة على بعد 100 متر عن جولان في الاتجاهين. بسرعة 50 كيلومتر في الساعة يجب ترك مسافة أمان لا تقل عن 15 متر. يمكنني المجاوزة؟ لا. يستحسن وضع السلع بالصندوق المخصص لها. في هذا النهج يمكننا الوقوف من الجانبين. السرعة المحددة في هذا النفق ب70 كيلومتر في الساعة. لا. عند مواصلة السير إلى الأمام أفسح المجال إلى السيارات القادمة من اليمين فقط. في هذه الوضعية السرعة القصوى المسموح بها هي 70 كيلومتر في الساعة. لضمان مدة أطول لصلاحية البطارية يجب تعبئة مستوى السائل بصفة منتظمة. تعلن هذه العلامة عن نهاية مواطن عمران. هاتف النجدة مرتبط مباشرة بالشرطة أو الحرس الوطني. يسند لكل رخصة سياقة رصيد من النقاط قدره 25 نقطة. في هذه الوضعية انعطف إلى اليسار. عند نزول المطر يسجل انخفاض في درجة احتكاك العجلات بالمعبد. لا يمكنني التوقف قبل وبعد هذه العلامة. أسير بمنحدر، أتوقف لتسهيل مرور الشاحنة. نعم. تنتهي الأولوية بهذا الطريق بعد 300 متر من العلامة. في هذه الوضعية أواصل استعمال مسلك الزيادة في السرعة. بصفة عامة يتمثل إسعاف المصاب في طمأنته والرفع من معنوياته. في المفترق القادم أتمتع بأولوية المرور. انتقل الضوء من الأخضر إلى البرتقالي. أحترم الإشارات الضوئية. يمكنني استعمال أضواء الطريق على مستوى العربة أثناء المجاوزة. استعمال حزام الأمان بالمقاعد الخلفية اختياري. عند وقوف السيارة الزرقاء بهذه الكيفية يرتكب سائقها مخالفة عادية. يجب الدوران إلى اليسار. لا. يمنع تركيب عجلات مطاطية ذات هياكل مختلفة على نفس المخزن. نعم. الأضواء لا تشتغل. يتمتع المترو بأولوية المرور لأنه قادم من اليمين. يتعرض السائق الذي لا يمتثل الإشارات عون المرور إلى خطية مالية أقصاها
500 دينار. تنخفض سرعة السيارات الموجودة أمامي. أستعمل دواسة الفرامل بصفة معتدلة. يمنع الدخول لهذا الطريق على العربات الناقلة لأكثر من 1.5 طن من مواد يمكنها تلويث المياه.